السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. اليوم غادي ندير معكم إن شاء الله النموذج رقم 3 من فرض مادة النشاط العلمي ضمن المرحلة الثالثة من فروض المراقبة المستمرة الدورة الثانية مستوى الخامس ابتدائي. إذا مرحبا بكم وأدعوكم للاشتراك وتفعيل زر الجرس للناس اللي باقيين ما اشتركوش، وبالنسبة للناس المشتركين بارتاجيو القناة مع الأصدقاء والصديقات ديالهم باش تعمل الإفادة ويكونوا اكبر عدد من المستفيدين ان شاء الله. اذا مرحبا بكم. عندي 4 ديال الانشطه كما العاده، نشاط باللغه الفرنسيه و3 ديال الانشطه باللغه العربيه. غادي نبداو بالنشاط الاول اللي هو اون فرونسي. Pour préparer une pâte de pain, je mélange 400 g de farine, 300 d'eau, 20 g de levure et 10 g de sel. Coche la case de la masse du mélange. مزيان. باش نحضروا واحد لاباط ديال بان، يعني لاباط ديال الخبز، جو ميلونج كنخلط 400 غرام ديال الفارينة، يعني ديال الطحين، 300 غرام ديال الماء ضو، 20 غرام دو ليفور يعني ديال الخميرة، و10 غرام ديال الملح صافي دو السل. كوش لا كاز دو لا ماس دو ميلونج، غادي ندير علامه على لا ماس يعني الكتله ديال الخليط، كتله الخليط واش هي 900 غرام ولا 530 غرام ولا 730 غرام. دابا باش نعرف الكتله ديال الخليط، انا اولا خصني نعرف واحد الاستنتاج كنا شفناه في الدرس بان الكتله لا تتغير، يعني لا تتغير الكتله الاجماليه لمكونات خليط بعد خلطه. انا عندي مجموعه من المكونات، عارف الكتل ديالهم، الا كنت عارف الكتل ديالهم جمعت داك الكتل، هذيك هي الكتله ديال الميلونج يعني كتله الخليط. اذا انا باش نعرف هنايا الكتله ديال الخليط شنو خصني ندير، خصني نجمع 400 غرام ديال الفرينه زائد 300 غرام ديال الماء، 20 غرام ديال الخميره و10 غرام ديال الملح صافي. اذا 400 زائد 300 هي 700، 700 زائد 20 هي 720، 720 زائد 10 هي 730، والاجابه الصحيحه هي دونك الاجابه الصحيحه هي هذه. وبالتالي لا ماس دو ميلونج اي 730 غرام صافي، 730 غرام. ندوزو الان للنشاط رقم 3، انتبهوا دائما معي. نشاط رقم 2 عليه 3 ديال النقط. لتحضير محلول الدواء قامت الممرضه بخلط. اذا باش تحضر واحد المحلول ديال الدواء، واحد الممرضه خلطات 5 غرام من مسحوق الدواء يعني 5 غرام ديال الدواء ب 40 غرام من الماء و40 غرام ديال الماء، يعني حاولت تخلط 5 غرام من المسحوق ديال الدواء. مثلا عندي واحد الاناء هنايا فيه شويه ديال الماء، حطيت فيه شحال 5 غرام ديال الدواء، وهنايا عندي شحال ديال الماء، عندي 40 غرام ديال الماء. مزيان. الخليط الناتج متجانس ام غير متجانس؟ اذا من بعد ما نخلط 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 مزيان، واش غادي نحصل على واحد الخليط متجانس ام لا؟ بطبيعه الحال غادي نحصل على خليط متجانس لا يمكن التفريق بين مكوناته بالعين المجردة. إذا نكتب هنايا خليط متجانس، الخليط الناتج متجانس، الخليط الناتج متجانس أنه لا يمكن التفريق بين مكوناته بالعين المجردة. ما يمكنناش نميزو ما بين المكونات ديالو بالعين المجردة، لذلك كيتسمى خليط متجانس. فهمنا؟ غادي ندوزو الآن للسؤال الموالي، انتبهوا معي دائما. إذا أحدد كتلة محلول الدواء المحضر. إذا دابا غادي نبحث على الكتلة ديال هذا المحلول، المحلول اللي عندنا هنايا يعني خليط المائي ومسحوق الدواء هو عبارة عن خليط متجانس، الكتلة ديالو شحال؟ إذا الكتلة ديالو سهلة، غادي نجمع 40 غرام زائد 5 غرام، 40 غرام اللي هي كتلة الماء زائد 5 غرام اللي هي كتلة الدواء، إذا هي 45 غرام، 45 غرام هي كتلة الدواء المحضر. يمكن الحصول على الدواء الصلب من جديد وذلك باستعمال تقنية الفصل المناسبة. كيفاش يمكن لي نحصل على الدواء الصلب؟ دابا هنايا كان عندي دواء صلب وحطيته في الماء وخلطت، يعني أصبح لي ذائب في الماء، ياك يعني يصبح لي خليط متجانس، ما يمكنناش نفرقوا ما بين الدواء والماء. كيفاش يمكن لي من بعد هذه العمليه هذه، يعني من بعد ما نحصل على واحد الخليط متجانس، كيفاش نحصل على ديك الدواء ونحصل على الماء يعني مفرقين؟ كيفاش نحصل على الدواء بوحدو على شكل مسحوق، كيفاش نحصل على الماء يعني سائل وماء صافي؟ اذا هنا شنو التقنيه اللي غادي تمكنني؟ اذا التقنيه اللي غادي تمكنني، اول شيء خصنا نحددوا فين هما التقنيات اللي كيمكنوني من فصل مكونات خليط متجانس. اذا عندي التصفيق هي تقنيه كتمكننا من فصل مكونات خليط غير متجانس، التصفيق هي واحد التقنيه عاوتاني
يمكنني من فصل مكونات خليط غير متجانس. بالنسبة للتبخر، تقنية تمكنني من فصل مكونات خليط متجانس. التكاثف كذلك. في هذه الحالة واش غنديروا التبخر ولا غنديروا التكاثف؟ واش غنديروا التبخر ولا غنديروا التكاثف؟ إذا باش نحصلوا على المحلول الصلب، إذا باش نحصلوا على الدواء الصلب، يعني نحصلوا على مسحوق الدواء، خصنا نديروا التبخر. إذا التبخر هي التقنية اللي غادي تمكنني باش نحصل من الدواء الصلب. علاش؟ مثلا أنا عندي هنا واحد الإناء فيه دواء، فيه دواء يعني خليط الدواء، هنا خليط الدواء، درتو على واحد الموقد، شعلت البوطة مثلا وحطيت داك، شنو وقع؟ داك الماء اش غادي يوقع له؟ غادي يتبخر. واش غيبقى لي في الإناء؟ غيبقى لي مسحوق الدواء، وبالتالي باستعمال طريقة التبخر. إذا يمكن الحصول على الدواء الصلب من جديد، وذلك باستعمال تقنية الفصل التبخر. صافي، ندوزو الآن لنشاط رقم 3، عليه 3 ديال النقط كذلك. أصل بخط البطاقات المناسبة. عندي هنا قابلية الذوبان، عندي هنا سرعة الذوبان، هنا عندي العوامل: تحريك الخليط، درجة الحرارة، حجم الحبيبات، طبيعة المذاب. نبداو أولا بقابلية الذوبان، باش نقولوا واحد الجسم قابل للذوبان واش كتعلق بتحريك الخليط ولا بدرجة الحرارة ولا بحجم الحبيبات ولا بطبيعة المذاب. بطبيعة الحال كتحدد طبيعة المذاب. صافي، طبيعة المذاب. إذن باش نقولوا بأنه هذا الجسم قابل للذوبان، خصنا نشوفوا الطبيعة ديالو، يعني طبيعة المذاب. وكذلك كتعلق بحجم الحبيبات، كذلك كتعلق بحجم الحبيبات. لأن إلا كانت الحجم، أنا ولا كانت حجم الحبيبات مثلا، افترضوا السكر تكون واحد الطوبة اللي هي كبيرة بزاف وعندنا واحد الكمية قليلة ديال الماء. إذن هنايا حجم الحبيبات داخل في قابلية الذوبان. بالنسبة لسرعة الذوبان، كيف يمكن تسريع الذوبان؟ تسريع الذوبان يتم بالتحريك، إذا كل ما حركت كل ما الذوبان كيكون بسرعة، ثم كذلك بدرجات أو برفع درجات الحرارة، يعني بالتسخين. رفع درجة الحرارة هو معيار لرفع سرعة الذوبان، وكذلك يمكن إضافة ماذا؟ حجم الحبيبات. علاش؟ لأنه كل ما كان قد الحبيبات صغير، كل ما كانت سرعة الذوبان أكبر. يعني إذا كانت الحجم ديال الحبيبات صغيرة، غيكون الذوبان بسرعة. إذا قابلية الذوبان تتعلق بطبيعة المذاب، وكذلك يمكن إضافة حجم الحبيبات. بالنسبة لسرعة الذوبان، عندنا تحريك الخليط، رفع درجة الحرارة، وكذلك حجم الحبيبات. دوزو للنشاط الأخير، وهو النشاط الرابع. إذا أنا أجب بصحيح أو خطأ. عندي هنايا إجابة بصحيح أو خطأ. إذا كانت العبارة صحيحة سأكتبه صحيح، وإذا كانت العبارة خاطئة سأكتبه خطأ. يعبر عن شدة وزن الجسم بالنيوتن. إذا وزن الجسم الذي يحسب أو يقاس بالدينامومتر، الوحدة ديالو هي النيوتن. صحيح، صحيح. لا يمكن للماء أن يذيب جميع المواد. إذا الماء ما يمكنش يذوب جميع المواد. من طبيعة الحال الماء ما يمكنش يذوب الحجرة، وبالتالي هنايا صحيح، عبارة صحيحة. وحدة الكتلة هي الجرام. إذا الكتلة الوحدة ديالها هي الجرام، طبيعة الحال، لأنه الكتلة تحسب بالميزان، والميزان يعبر عنه بوحدة الجرام أو الكيلوغرام. صحيح. تتغير كتلة جسم سائل بعد تجمده. واحد الجسم سائل مثلا، كان عندنا واحد القرعة ديال الماء سائلة، إلى حطيناها في الفريجو ولات لنا متجمدة. هنا هذه العبارة هذه كتقول لنا بأنه الكتلة كتغير، إلى كان فيها وهي سائلة كيلوغرام، يعني من بعد ما تجمد غيولي فيها مثلا كيلوغرام وبضع غرامات. إذا هذه العبارة هل هي صحيحة؟ خاطئة. إذن هي خاطئة. إذن يعبر عن شدة وزن الجسم بنيوتن، نعم. لا يمكن للماء أن يذيب جميع المواد، نعم. وحدة الكتلة هي الجرام، نعم. تتغير كتلة جسم سائل بعد تجمده. وبهذا كنكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص النموذج رقم 3 من فرض من فروض النشاط العلمي مستوى الخامس ابتدائي، المرحلة الثالثة من فروض المراقبة المستمرة، الدورة الثانية. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا معايا. زيدوا دعموا القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري، والسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.